قال القاعدة الثانية أنهم يقولون كفار قريش أنهم يقولون ما دعوناهم للكفار الأوائل ما دعوناهم أي هذه الأصنام وهذه المعبودات وتوجهنا إليهم إلا ما إلا ذا حصر ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة يقربون لي الله سبحانه وتعالى واحد والشفاعة الشفاعة انت لو دعيت براك وتر ده في المعنى العام انت براك وتر جاء واحد معاك بقيته شفع الشفع اللي بيقابل شنو الوتر والشفع والوتر انت براك شفع انت براك وتر وده معاك شنو بقيته شفع شكل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة دار النجاة والرسول عليه الصلاة والسلام بيشفع عليك فهمت الكلام بيشفع عليك وبيشفع للموحد لأنه الله قال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة شنو شافعين ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما سأله أبو هريرة عن حق الناس بشفاعته عن أسعد الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه هذه القاعدة وهي القاعدة الثانية مهمة جدا مهمة جدا وإذا عرف العبد عرف أيضا جهل الكثيرين ممن يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب جهلهم بهذه القاعدة وأنهم واقعون فيما يخالف ما جاء به الحق في هذا الأمر قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ذي الكفار يعني بيقولوا نحن الأصنام دي والمعبودات دي ما بنعبدها لأنه هي عندها الأمر اللي بتملك السماوات والأرض واللي بتدي الجنة لا لا أصنام دي ما عندها شغلة دي حاجات دي ما عندها لكن إحنا بنتقرب بالأصنام دي لله سبحانه وتعالى فهمت المسألة ده فهم الكفار والآن الفهم ده تسرب إلى هؤلاء يقول لك نحن الشغلة كلها عند الله بعضهم يعني لكن وإن كان في كتبهم ما يصرح بما يخالف هذا يقول لك لكن الشيوخ ديل بيقربون لله سبحانه وتعالى عندنا ذنوب ديل بيقربون لله ولا ديل قريبين من الله ديل قريبين من أسمع الكلام ده بتلقى عندهم يقول لك نحن عندنا ذنوب يا مولانا الشيخ ده بتمشوا ليه والله عندنا ذنوب والشيخ ده زول ولي صالح قريب من الله يقول لك الزول ده واصل بيقول لك اللفظة دي بيقول لك الزول ده واصل أنا مش ليه والزول ده واصل يقول لك بيقربون لي الله طيب قال فدليل القربة على أنهم يقولون نحن ما عبدناهم ما دعوناهم ما توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة قال فدليل القربة على أنهم يقولون من أجل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون شوف الله ختم الآية قال شو إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر فكونوا أنت تقول والله ذيل ما عندهم شيء الشيء كله عند الله ما تسأل الله لك لا أنا ما وسخان عندي ذنوب وسخان وديل نظيفين وديل قريبين ديل بيقربون لي الله وده كلام الكفار ما كلام المسلمين ده كلام الكفار ودي عقيدة الكفر ودي عقيدة الكفار ما في كافر من الكفار الأوائل قال الأصنام بتنزل المطر ما في أمشي أقرأ القرآن كله والسنة وأقرأ التاريخ أبو لهب ده مش الله نزل في سورة ما قال أصنامنا دي اللي بتنزل المطر
عارف اللي بينزل المطر الله سبحانه وتعالى. الله قال النازل، عارفين الكلام الله قال كذي سبحانه وتعالى. ما اسمت الآيات الكبير ركز فيها كويس، يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم شنو تعلمون. انتم عارفين الأشياء دي كلها عملها الله سبحانه وتعالى، فهنا عارفين المطر بنزله الله. في ناس في زمننا ده بيقولوا غير الله بنزل المطر، زي واحد اسمه صلاح الدين بدوي الخنجر في اليوتيوب يقول الشيوخ بنزلوا المطر عندنا في السودان، والمطر بحسب الطلب، بيقولوا ياسين نزل المطر تدفع لهم بياض، تدفع لهم. الصحابة لما اي القحط بيقولوا ياسين، ياسين من القرآن ما فيها كلام، بيقولوا ياسين. وهل في صحابي قال الصحابي الفلاني بنزل المطر وقال عندنا الصحابة في المدينة بنزل المطر؟ ولا بيستسقوا الله؟ بيستسقوا، الاستسقاء صلاة الاستسقاء المعروفة، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. وقال المطر ذاته قال بحسب الطلب، عجبك عجبك، ما عجبك مسافتح بلاغ في الشرطة. شو الزول عنيد كيف؟ عنيد وبليد. زول يا أخي افهم، زول أبو لهب أبو جهل، جهلول أبو جهل، يكون فاهم انه بينزل مطر الله. وده دكتور، يقولوا دكتور هنا في البلد دي دكتور، وحاسبوه زول عالم، حاسبين انه طبعا انا ما عندنا ما بيسوى اي شيء. والله رضي من رضي وغضب من غضب. زول شفت لو فلاح ما بيعرف يكتب اسمه، موحد بيعظم الله، ده عندنا كبير جدا لانه موحد. وزول لو قرا شهادات الدنيا دي تدوها له وعقيدته زي عقيدة ده ما عنده شيء. قال مطر بنزلوه في السودان بحسب الطلب، قال ادفع البياض بيجيك مطره. شوف الزول اللي عليك الله، هذي مسلمين اكثر هنا ولا في بغادي كذي قدر مسافر كذي، دي جنوب ناس بيعبدوا غير الله نصارى. ما عندنا مشكله في الجنس، ما قاعدين كلنا سوا، لكن نصارى المطر حقهم اكثر ولا حقنا هنا؟ مش حقهم مطر هناك الله منزله، ذلك بيدفعوا بياض لمنه ذاته. يا اخي الله مدبره في الكون كذي، في كفار برا عديل راسه عديل، ذي الكفار وقاعدين راسه عديل ظاهرين للناس برا، برازيل وين وناي، ومطر نازل عندهم وزراعه، ذلك بيدفعوا بياض. يا جماعه والله دي حاجات ذات تقطع القلوب. قال ودليل الشفاعة، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالزول اللص بنادي له شيخ، تقول له يا زول الكون ده حق الله ولا حق الشيخ؟ قال لك الكون حق الله. قل له الشيخ ده مالك معاود؟ قال لك والله الشيخ ده قريب من الله. قل له الشغله دي قالوها الكفار الاوائل، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال لك الشيخ ده بتنكر الشفاعة، قل لي الله قال في القرآن، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دي عقيدة الكفار يا ناس، ما عقيدة المسلمين، والله دي ما عقيدة المسلمين. ما تجعل بينك وبين الله وسائط من الخلق، وإنما تتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني في شفاعة ما بتنفع منفية يوم القيامة وما بتنفع أصلا، وشفاعة مثبتة بالكتاب والسنة.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، طلبت حاجة من غير الله وتقول دي شفاعة، دي منفية في الشريعة، ما بتجوز وما بتصح. قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني تقول الشيخ ده بدي الجنة، يعصروك تقول دي شفاعة، بتنكر الوسيلة، بتنكر التوسل، بتنكر الشفاعة، دي منفية في الشريعة، ما بجوز، ما بزول بدي جنة. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون وأم نحن الخالقون. لكن الشيء اللي بيقدر عليه ممكن تشفع به. يعني أنا عندي خصومة مع فلان، فلان ده زعلان مني، قمت سكت ده، أنا براي وتر، ما قلنا الشفاعة ضد الوتر، الشفع، قمت سكت ده، بقينا كم؟ شفع اثنين، سكتوا لفلان، ده قال لي عشاني أنا الزول ده أعفو عنه، دي شفاعة مقبولة وصحيحة. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. دي شفاعة مقبولة ودي شفاعة بين الناس وفيما يقدر عليه الإنسان. زول قلت لا أسأل لي الله، ده ما شرك، لكن فيها تفصيل بين العلماء، بعض العلماء كره ذلك كالشافعي رحمه الله تعالى، وبعضهم قال تجوز إنك تقول شنو، تقول له أسأل لي الله، ما شهو سأل ليك الله، ده ما شرك أصلا، دع عليك الله وإنت دعيت الله. وهذا في حديث الأعمى المعروف، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، بقينا شفع والاثنين دعوا الله سبحانه وتعالى، فرد الله على الأعمى بصره. فدي ما بيشكال أصلا، لكن تقول له إنت ده، تقول له الديني الجنة، ويجي يقول لك ما في غير الله بدي الجنة، تقول هاي الجنة بدي الله. نحن لما نقول كباشي بدي الجنة قصدنا كباشي بيسأل الله، انت ما قلت كباشي بيسأل الله، انت قلت كباشي بدي الجنة. في كل بلد كم أدى ولد كباشي، والله كباشي. وقد ذكرنا القصيدة قبل شوية. طيب قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ده يوم القيامة ما في بيع، ولا خلة، أي خلة تنفع، إلا ما كان على التقوى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا شنو متقين. ولا شفاعة، ولا شفاعة يوم القيامة، ما في شفاعة بالطريقة ديك الأولى، لكن في شفاعة مثبتة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكغيره ممن ثبتت الشفاعة لهم. والكافرون هم الظالمون. دقيقة بس، قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، تطلب من الله، الشيء تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع مكرم بشنو؟ بالشفاعة. دي تفهمها كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيشفع للناس في شنو؟ عشان يفصلوا بيناتهم في القضاء. هل الله بيقضي بين العباد ولا ما بيقضي أصلا يوم القيامة؟ بيقضي بنص القرآن، بنص القرآن، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. فالله بيقضي بالحق في الدنيا والآخرة، يعني الله يوم القيامة بقوم الناس ببعثون عشان حاسم. طيب الرسول ليه بيشفع صلى الله عليه وسلم؟ دي كرامة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أصلا الله بحاسب الناس، لكن ده من إكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله يشفع للناس من أجل أن يبدأ، أن يبدأ الحساب، أن يبدأ الحساب. فالشفاعة فيها كرام، فيها مكرمة للشافع. قال والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له، غير الشفاعة الكبرى، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. يعني زول الله ما راضي عليه وده الشفاعة ما بتمش فيه زي الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبعدين بعد الإذن ذاته، زول الله راضي عليه ذاته،
بعد إذن للشافع. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد أولا تحت العرش فيفتح له من المحامد فيحمد الله بمحامد ويثني على الله فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع شنو تشفع. ده بقولوا له 200 بعد يسجد معناه ما بيبدأ الشفاعة طوالي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد يسجد لله فيؤذن له بعد ذاك شنو. عشان كذا قال كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. دي القاعدة الثانية. بعد الصلاة إن شاء الله بنتم القاعدتين ونكمل إن شاء الله. فهذه القاعدة الثانية فيها رد على الكثيرين ممن يجهلها وهم واقعون فيما حذر منه المصنف رحمه الله تعالى، بل حذر منه رب العزة والجلال، وهو أن يتخذ العبد بينه وبين الله تعالى وسائط من الخلق من أجل القربة والشفاعة. وفصل المصنف رحمه الله بهذا التفصيل المبني على الأدلة. فإنت ما تجعل بينك وبين الله وسائط من الناس من الخلق تعتقد أو تظن أنك لا تصل إلى الله تعالى إلا عن طريقهم، وهذا الآن موجود سواء كان في جانب البدعة أو في جانب الشرك بالله سبحانه وتعالى. في جانب البدعة كأن يقول اللهم إني أسألك بفلان، إذا قال اللهم توجه إلى الله أسألك بفلان هذه بدعة. أما إذا قال يا فلان فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، سأل فلانا. وإن زعم أنه يريد بهذا التوسل، الإثم براه ما بيغني شيئا. يعني أنت تشرب الخمرة وتقول ده بيبسي، ده ما الإثم ما بغير شيء، ما بغير الحقيقة. زول يقع في الشرك ويقول ده توسل، قصده التوسل المشروع. يعني التوسل هو شنو؟ التوسل أصلا التوسل ما يتوصل به إلى غاية. قال ابن كثير ولا خلاف بين المفسرين في هذا، بل إجماع، ما في خلاف، كما في تفسيره لسورة المائدة الآية 35 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه شنو الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة القربة والطاعة، لما ترجع تفسير من كثير بتلقى التفسير ده، الوسيلة القربة والطاعة. وديل ما بيتقربوا لله بطاعة في هذا الأمر. يعني ما بقول، ما الزول بيقول يا الله أنا صليت وأنا آمنت، دي الطاعة كذي. يا الله فرج عني الكربة الفلانية، دي بتجوز، دي مشروعة، مشروعة أصلا لقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا الله أنا آمنت وأنا صليت، أديني الشيء الفلاني ولا نجيني من الكربة الفلانية، ده توسل مشروع، ما أنكرنا أصل التوسل. لكن زول بيقول يا فلان الحقنا، بيكون قاصد الله يا جماعة. زول بيقول يا شيخ فلان الحقني وافزعني وانهمني ونهمة ونظرة يا شيخ فلان، بيكون قاصد الله، بيكون توسل. الناس بتعرف الموضوع ده كيف. وزول عديل بيقول لك في كربك عنده بتغيثك جنده، وقبليه يقول أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير. ده قصده الشيخ ولا قصده الله؟ أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، يمشي يمشي لحد ما يقول لك في كربك أنده بتغيثك جنده، جند الشيخ ده ذاته، ده قصده الله. الزول قال اللهم ألاس اللهم دي لي الله أسألك بفلان، دي بدعة ما شرك، بدعة ما بتجوز.
الرسول ما عمل صلى الله عليه وسلم، رسول في القربة يوم بدر ما قال يا الله بنوح وبإبراهيم وبفلان، ما قال كذا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عشان كذا هم بيقولوا الكلام ده زي الختمية، يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. مش بيقولوا كذا؟ يا ربي بهم وبآلهم. نتحدى الدنيا شت يجيبوا لنا دليل على الكلام، دليل صحيح ثابت من الكتاب أو من السنة يأكد الكلام ده صحيح. ما في دي بدعة، ما بتجوز في الشريعة، لأنه التوسل عبادة ولا ما عبادة؟ الدليل على أنه عبادة الله أمر بها، الله لما نأمر بشي معناه ده عبادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب العبادة عشان تكون صحيحة لا بد فيها من أمرين، الإخلاص وشنو؟ والاتباع. أنت أخلصت خلاص، أخلصت لله، لكن هل اتبعت الرسول في صلى الله عليه وسلم في التوسل ده، ولا جبت حاجة ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جبت حاجة جديدة، وطالما جبت حاجة جديدة الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، الدين ده اكتمل، أنت جبت حاجة جديدة رميت في الدين، معناها بتمرق شنو؟ مرق الحاجة اللي فيه. هاسي دي كوباية مليانة عصير طق، أنا جبت هنا إذا كان ما ود النار محتاج لك أن جربت. كان الله سامل لك مانجا الشيدة دخلته في جاي، مش بمرق الشيدة بمرق. انت حاجة انت الدين ما في توسل مشروع سويه عليك الله، زول 99 اسم دي من البن عارفة نحن، كل ما عجبته ولله الأسماء الحسنى فادعوه شنو بها، يا كافي البلد الرزاق ما ناسبت مشكلتك دي، الرحمن الرحيم، الدائر جنى الوهاب، دائر مغفرة الغفور، دائر شنو انت؟ دائر حاجة الكريم التواب، ده عندك معصية التواب. الأسماء دي جت ما كفته، يخليها الأسماء الحسنى دي جت امسكك مكاشفي كباشي صايم ديما، هسي تزول عنده عقل؟ دي جت ما عجبتك، دي كلها كذي ما عجبتك، تجيب في ديل وسودانيين زيك، ما لقيت سوداني قال يا الله بأبو بكر الصديق، بأبو بكر الصديق، ولا قال يا الله بالإمام مالك، وبدعة ذاته ما بتجوز. إن هذا سودانيين زيهم هنا، سودانيين زيهم هنا ويتوسلوا بهم، ويقول يا شيخ فلان عديل يا وتحسونا من المدفونة، ويكون قصده الله. أنا تقلت دي أنا أديتها لعمر ده، هذا شايل عمر طاقت تدعي ان عمر ده، اقول يا بكري اديني طاقتي، وانا شايفه ان عمر بكري ده تدخل وشنو، مش ما ده يخش في الموضوع ده. زور رزقه عند الله، الرزق عند منو؟ عند الله، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. انا ده الرزق مفروض اقول يا منو؟ يا الله. ليه اجيب الشيخ ده دخل وشنو الموضوع ده؟ الزول اللي جابه هنا شنو؟ والله اقول لك يا مولانا احنا ما عندنا ذنوب، وده شنو؟ ده واصل وقريب وصالح، وده زول مهتدي. ايوه الله اداك سؤال، ركز في السؤال ده كويس، قال قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق، على قر ركز في الايه دي كويس. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ هل بيهدي منه الله غير الله في بيهدي؟ انك لا تهدي من احببت. يلا ركز معي كويس، قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ الشيخ ده بيهدي؟ لا، يهدي أصلها يهتدي كما قال ابن كثير، فحذفت التاء أو قلبت إلى دال وأدقمت، فبدل أن يقول يهتدي قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي، أصلا أما لا يهتدي هو ذاته ما بيقدر يهتدي إلا أن يهدى. شيخك ده مش قلت صالح؟ أي
بقى صالح برا ولا بقاه الله؟ بقى الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب الزول البرا وما قادر يهتدي إلا يبقيه الله مهتدي، أنا أمسك في الببقي ولا في البقو يا ناس؟ مش الموضوع ده واضح؟ إذا صح التعبير ده أنا أتكلم بالدارية بعدين اللي فيك داك يكفرك. المهم ما داك في المسجد إنتو يعني، داك بيعرف أخواننا ديل هناك بيغاد ده بديك لا كاف طالعة طوال ودالي من هو خير منا ما بدين لا أنا. المهم عليم ربه. طيب نحسبه وتابوا منا فد. الموضوع طويل جدا يا ناس ما تخلونا، الموضوع ده ما طويل كذا نمشي لقدام. قال القاعدة الثالثة، القاعدة فده ما توسل، والله ده ما توسل، ده البدعو عديل. يا فلان الدين، يا فلان الحقنا، يا فلان بركاتك، ده ما الله. وأنا عشان كذا كنت بدرس في مدارس الغد دي بجاينا، مدارس الغد هنا في مربع واحد، في بيت كنا ندرسهم صغار، المهم في بيت صغيرة، فقالت لي من الصباح جيت داخل الفصل، قالت لي يا أستاذ عندي سؤال، قلت لها تفضل. قالت لي هل الكباشي من أسماء الله؟ هي صغيرة ما فاهمة شيء، ما فاهمة كثير. قلت لها لا ما من أسماء الله. قلت لي قلت الكلام. قالت لي في مرة دارة ترفع لها حجر، قالت يا الكباشي، وهي فهمها إنه الزول بيدعو منه، بيدعو الله. معناه لما جابوا اسم جديد قالها من الأسماء شنو؟ الحسنى. وقالت لي دياتي وكل مظلمات قال يا بازي انت تبارك تصلي بعدين يا دوب بزر الناس صلت. فقال لك شنو هي قائلة كباشي من أسماء الله بحسن نية يعني؟ قالت لي نحسبها بعدين كلمة صغيرة. قالت لي هل كباشي من أسماء؟ قلت لا لا لا. ليه انت سألت السؤال ده؟ قالت لأنه في مرة جاءت ترفع حجر قالت يا الكباشي واستنكرت، لكن ما دارت هي ذاتها في أخير ما دارت تفتي من غير علم، قالت ده من أسماء الله لأنه عندها عقيدة إنه البنادو منه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العافية يعني. فالزول ما ممكن يقول يا فلان ويكون قصده فلان، ما بتجي أصلا، ما بتجي. ما ممكن تقول يا فلان ويكون قصدك الله سبحانه وتعالى. وإن قلت لي يا فلان دعاء وده أصلا دعاء، يا فلان الحقنا ده دعاء، طالما دعاء وعبادة لأنه الدعاء عبادة. الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الموضوع ده والله واضح أوضح من الشمس في قارعة النهار. الدعاء عبادة، أي عبادة. لما ندعو الله عبدت الله، أي معناه لما أدعو غير الله عبدت شنو؟ عبدت غير الله سبحانه وتعالى. وإلا زول قال يا الله نجيني، واحد تاني قال يا رسول الله نجيني. الناس دي لو قلت الاثنين عليه حق والاثنين صح انت كذا اضطربته. هل قال يا الله نجيني ده مش عليه حق؟ هل قال يا رسول الله ده نادى الله؟ هل ده يتوسل لي الله؟ شفت الشغلة مما تلقى فيها ما فيها اللهم وما فيها يا الله، معناه مرقت من شنو؟ أول شيء مرقت من التوحيد، خشت في جانب تاني، خشت في الشرك. لما تلقاه يا الله بعد شوف باقي الدعاء، يا الله اديني بالشيء الفلاني، الشيء الفلاني ده لو عبادة بجوز تتوسل لي الله بالعبادة زي ما ذكرنا الأدلة أو جزء من الأدلة، وفصلنا في غير الموضع ده. لكن شنو؟ يا الله بالعبادة الفلاني، يا الله بفلان دي ما بتجوز، لأنه أنت بتقول فلان صالح. طيب الله قال من عمل صالحا فلنفسه، ولا ما تصدق القرآن؟ من عمل صالحا فلمن فلنفسه ومن أساء فعليها. شكل القرآن ده واضح. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا شنو؟ صالحين. شوف على قال القرآن ده واضح كيف، ما قال هنا نبيين مع انها بتتضمن، لكن قال صالحين عديل كذا. فخانتاهما خيانة الدين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فخانتاهما فلم يغنيا، يعني هذان النبيان الصالحان
فلم يغنيا عنهما عن هاتين الزوجتين المشركتين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار شنو الداخلين ولا البعادة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة منه فرعون دمرت فرعون في الجنة ومرت نوح عليه السلام وين في النار. مش الموضوع ده مفروض الناس تقتنع تماما انه الشغلة دي بعدين انت بحاسبوك برات. الرسول صرح صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. لو أقول لك أنا شريف شريف يعني شنو يعني جدي منه الرسول عليه الصلاة والسلام تمام. ماذا نطعن في الأنساب؟ ما بجوز ذاته الطعن في النسب إلا الكلام بيبينه ما بجوز. قولي أنت شريف مش شريف أي شريف بتشيل البياض البياض بتشيله أي وبيجيبوا لك القروش أي شغال تقديم الأخبط الشرفة ما بجوز له نشيله البياض وما في بياض في الدين. لكن صدقات بجوز للأنبياء بجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته بجوز لهن الصدقة. وده لا غيفة جت وبغادي يقول لك شريف انت يا شريف خدت باجي أشيل أنا بديها لي مسكين مع أن أنا ما جوبك أزاي ولا ما شريف وكل ساي وثاني ما تقول لنا شريف وكله بعدين الله بيسألك بعدين الله بيسألك ما بجوز لك تغش المسلمين. المهم نحن نرجع على الموضوع يقول لك أنا شريف أيوة يعني نسبك لمنو للرسول عليه الصلاة والسلام تمام. النبي صلى الله عليه وسلم الله نزل عليه في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين الأقربين قال فقال الراوي في صحيح مسلم فعم النبي صلى الله عليه وسلم وخص أو خص وعم يعني خصص ناس وعمم نادى عشيرته وخصص ناس يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا العباس يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد مشى مشى يا آل عقيل ديل أبناء عمومته يا فلان يا فلان لحد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله يا فاطمة بنت محمد قال أنقذوا أنفسكم من النار وقال لها أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا في صحيح مسلم. مش مفروض الموضوع ده خلاص انتهى. أبو فاطمة قال لي فاطمة صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. شو الموضوع ده انتهى. شكي قال لك ومن بطأ به عمله لم يسرع به شنو نسوا. اليهود ما واحدين في أهل الكتاب والنصارى واحدين قالوا أجدادنا أنبياء. الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا قال لهم لا لما أجدادكم وأجدادكم لا لا حسم لهم الموضوع من بدايته. شفت طوالي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقبلها رب العزة والجلال قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال شنو ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني ذريتك ذاته الظالم فيه ما بيبقى شنو ما ينال العهد ما بيبقى إمام في الدين. قال وباركنا عليه وعلى إسحاق في سورة أخرى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الموضوع ده والله من أوضح المواضيع. لأنه في ناس بيقول لك الآيات دي في الأصنام ناس اللي بيعبدوا الحجارة الأصنام انتوا بتساووا بين الصالحين وشنو والأصنام. والله ما بنساوي بين الصالحين والأصنام. كيف نساوي بيناتهم؟ وخلي الصنم وزول عديل ما صالح وزول صالح بيساووا بيناتهم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا الله قال شنو لا يستوون. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض
أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طيب، قال: لكن احنا بنقول الزول اللي انت شايفه صالح ده لو قال نادوني ده تورط، لكن لو قال ما تنادوني والناس مشت نادته ده ما عليه ذنب. الذنب على الزول شنو؟ الناداه. ده بنفرق بيناتي، انا بديك الدليل على التفريق ان شاء الله. طيب،